محتاجين نعمل إطلالة سريعة على مباراة شباب بلوزداد والأهلي. المباراة فيها تفاصيل فنية مهمة جدا. بلوزداد 4 نقاط، الأهلي 5 نقاط. مش محتاج أتكلم مين الأول ومين المركز الرابع، أنت بتتكلم فرق نقطة، ودي مباراة مؤجلة. اللي هيكسب هيتصدر المجموعة، وبنسبة كبيرة ممكن يقرب ويتأهل إلى الأدوار اللي جاية قبل جولتين. طيب، لذلك أنا دلوقتي معايا عبر زوم من الجزائر الكابتن ياسين سلمي، نجم نادي شباب بلوزداد السابق. كابتن ياسين يا جماعة لعب قدام النادي الأهلي عام 2001، ودلوقتي لما نرحب بيه على شاشة قناة الأهلي بالتأكيد هنستعيد معاه ذكريات مباراة مر عليها 23 سنة. وقتها الأهلي كسب 1-0 بهدف إبراهيم سعيد، لكن كابتن ياسين أحد الكباتن وأحد اللعيبة المهمة جدا في فريق بلوزداد، لتاريخ طويل وعريض مع فريق بلوزداد، كابتن الفريق لمدة 6 سنين من 97 ل 2003. كابتن ياسين سلمي، برحب بك أولا على شاشة قناة الأهلي، سعداء بوجودك معنا قبل المباراة المرتقبة بين شباب بلوزداد والأهلي بإذن الله بعد غد الجمعة. مساء الخير كابتن وكل الشعب المصري، وتحياتنا للشعب المصري الشقيق، ومرحبا بالنادي الأهلي عندنا في الجزائر، واحنا متشرفين لاستقباله ولاستقبال فريق كما يقال فريق القرن، يعني بالنسبة للنادي الأهلي. وكل فريق عنده خبرة، احنا بنتعلم معاه وناخذ عليه الخبرة تاعه، وان شاء الله تكون بين شباب بلوزداد والأهلي يعني معاملات في الإطار الرياضة، لأن الرياضة رانا عارفين أن كلها تغيرت اليوم، خاصة كي نتكلم على الكرة العالمية. الكرة العالمية اليوم لها متطلبات أكيد. هذا الشيء كله يعني معني ما نقدر ندخل من بعد في التفاصيل، ولكن نحيي هذا شرف لي اللي كنت أنا عديت معكم الآن في القناة. طيب، أسألك كده وأسترجع معاك الذكريات شوية، إيه الفارق ما بين مباراة الأهلي وبلوزداد عام 2001 ومباراة الأهلي وبلوزداد عام 2024؟ دي كانت مباراة مهمة جدا للأهلي في ترتيب المجموعة من 23 سنة، وأعتقد في ظروف مشابهة شوية في 2024. هي تقريبا مشابهة، ولكن اليوم في شباب بلوزداد عامل الخبرة، هو الفريق اليوم تقريبا للسنة الرابعة على التوالي يلعب المشاركة الإفريقية. في 2001 كانت المشاركة الأولى، يعني الفريق اللي كان عمله يعني الرجال ذاك الوقت اللي كانت عن فريق قوي، ولكن كانت نقص الخبرة في المجال، وكنا في الأهلي يعني كنا نهزمنا نتيجة 1-0، وكان عندنا عدة يعني كنا أدينا مباراة قوية ومباراة جميلة. يعني اليوم الفرق أنه في استغلال الفرص عندك عدة مشاركات، ولكن المشاركات تاعك لازم تكون عندها يعني عندها طابع خاص، تستفيد من المشاركة ماشي ترجع للوراء، هذا هو اليوم الشيء المهم. أكيد. طيب، مباراة الأهلي وبلوزداد أعتقد ظروفها مختلفة عن المباراة اللي اتلعبت في الجولة الثالثة، وقتها كانت المباريات مستمرة، الدوري المصري مستمر، ولكن دلوقتي الوضع مختلف. شباب بلوزداد لعب 7 مباريات رسمية، لأن الدوري الجزائري مستمر لم يتوقف خلال منافسات كأس الأمم. الأهلي لم يلعب أي مباراة رسمية، آخر مباراة رسمية كانت 28 ديسمبر. شايف الجزئية دي تدي أفضلية بلوزداد ولا ممكن ما تديش أفضلية، لأن الأهلي ممكن يكون جاي في شكل مختلف في إطار مختلف عن المباراة اللي اتلعبت في الجولة الثالثة، وبالتالي يكون بدنيا وفنيا أجهز لأنه مستريح واخد وقت كويس للإعداد؟ اليوم في كرة القدم هي المباراة هي يعني أعلى ما يقال بالعربية يعني أعلى اختبار. المباراة ما تلعبش مدة شهر راح تعمل لك عائق، ولكن بالنسبة كي تقول الفريق الأهلي ما يقدرش يكون عنده عائق في المباراة، لأنه فريق يعني متكون، لاعبين الأهلي متكونين. اليوم الفريق الأهلي محتل المرتبة الأولى، شباب بلوزداد ب4 نقاط والأهلي ب5 نقاط، التعادل يكفيه. شباب بلوزداد يعني لازم عليه الفوز، يعني الفوز لا حتمية للفوز باش ياخذ الصدارة. يعني اليوم المباراة مشروطة على شباب بلوزداد، أنه هي اللي راح تكسب الكرة، هي اللي راح تعمل لعب، هي اللي راح توجد الحلول في العمق، هي اللي راح توجد الحلول ما بين الخطوط. بالنسبة للأهلي، الأهلي هو فريق يعني، وخاصة يعني اليوم كي تشوف السنوات الأخيرة للفريق المصري، الفريق المصري هو كما نقولوا احنا يا نسخة من فريق الأهلي. يعني اليوم كي ما يلعبش الفريق الأهلي، بمعنى أنه الفريق الوطني المصري عنده عدة لاعبين من البطولة المحلية، هذا اللي راح يجعل أنه كما نقولوا احنا كيفاش نقولوها باللغة العربية، يعني المنطق واللعب يكون منسجم. رانا شفنا الفريق المصري كيفاش يتصرف بحيلة تكتيكيا، غلق المساحات. يعني اليوم الفريق الأهلي ما نظنش راح يشكل عليه عائق هذا الوقت اللي ما لعبوش، لأنه مش من المفروض على الفريق الأهلي هو اللي راح يعمل لعب،
هو نقطة واحدة راح تكفيه، ولا كانت عنده ولا كان ارجع بثلاث نقاط هي احسن له، وشباب الوداد حتمية عليه يلعب على الثلاث نقاط وما ينهزمش. يعني هذا هو المهم اليوم، وخاصة راح يستقبل من بعد عنده الخرجة الأخرى. طب هل في الفترة اللي اتلعبت فيها مباراة في الدوري الجزائري، وبنتكلم على 7 مباريات لبلوزداد اللي كانت فيه كمان مباريات مؤجلة ليه، هل الفريق لا قدر الله كانت فيه إصابات هيبقى فيه غيابات في مواجهة الأهلي، ولا الفريق فول تيم كامل الصفوف؟ على كل حال أنا مانيش داخل الفريق، ما نقدرش نعطيك المعلومات لأنه ما نشتغلش في الإدارة، ولا ما عنديش معلومات كثيرة، ولكن على حسب المعلومات اللي هي مدولة على الصحافة ما فيش لاعبين مصابين، وخاصة كانت فيه يعني تقريبا في هذه المباراة هو رجع، يعني العامل المعنوي انه رجع على 5 نقاط على متصدر البطولة اللي هو مولود الجزائر، هذا شيء معنوي ودافع اكيد، لانه كانوا من قبل تقريبا 10 نقاط اللي هو كان تعثر في مباراتين، وهذا التعثر وانت راك تعرف وكلنا نعرف يعني التعثر هو يخدم صالح الفريق، لانه راح الجمهور ما يكونش راضي، راح يكون كما نقولوا احنا كما يقال يعني إعادة حسابات في التشكيلة، إعادة حسابات في اللاعبين، انضباط في اللاعب. اليوم أنا نظن إحنا نتكلم على مباراة، ولكن الشيء المهم في كرة القدم في شمال إفريقيا تركناه على جنب، هذا هو اليوم تشوف حتى يعني كما نقولوا إحنا يا المستوى في مصر ولا في الجزائر ولا في تونس وفي تراجع رهيب. يعني اليوم لازم نتكلموا هذا الشيء، ما نتكلموش إلا على الأهلي وشباب الوزداد، ونتكلموا على الدور اللي راهو اليوم في الكره، في الكره الافريقيه. هو تاكيدا لكلام الكابتن ياسين، فعلا النهارده لما نبص على التشكيله الافضل بعد كاس الامم، ولا لاعب عربي في افضل تشكيله اساسيه لبطوله الامم، كلهم لاعيبه من نيجيريا والكوت ديفوار والكونغو الديمقراطيه، ما فيش لاعب من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس ولا من مصر. وما يكونش تعرف علاش ما يكونش ليه؟ لانه اليوم احنا تكلمنا هنا في الجزائر، حتى في مصر انا نتابع الناس اللي راهي تحوس تعمل في مصر وفي الجزائر، تحوس تعمل الكره عبر كما يقال الانتليجنس ارتيفيشال، يعني على الارقام. اليوم الارقام وتحليل الارقام، ومن بعد ذلك كما نقولوا معالجه. اليوم ما راناش نعالجوا اللاعب، الكره ما راهيش تتعالج، يعني حتى المدربين اللي رانا نجيبوهم من اوروبا ولا من اي، ما يعرفش يعالج اللاعب لانه هو ما راهوش دارس الارقام، ما يعرفش. اليوم تشوف كلوب وغوارديولا لي دو المدربين الاثنين اللي هما منسجمين ومتفاهمين، علاش؟ لانه كما يقال يعني يحسنون التصرف مع الارقام، والارقام اللاعبين هما اللي ينتجوا لهذه الارقام. اليوم حتى اليوم تسال اليوم الاهلي، هل الاهلي هذا هو مستواه الحقيقي؟ صراحه انت كمذيع ومتتبع للاهلي أكيد احسن مني. اكيد هل هذا هو مستوى الاهلي؟ صراحه هل هو مستوى الاهلي؟ ما انا بقول لك اكيد مش زي الفترات السابقه. لماذا؟ لانه اليوم لازم نسال. اليوم في مصر التكنولوجيا موجوده، الشباب في مصر حابين يعملوا التكنولوجيا، دعموهم. لازم تكون فيها ثوره كرويه في كل شمال افريقيا، وخاصه رانا الوراء. راك سالتني وقلت لي بليك، شوف النيجيريين، شوف الكونغو، شوف الكابفير، شوف الناس كيفاش كلها تتعامل. اليوم احنا المشكل الحقيقي، لازم علينا نكونوا كلنا ونغلقوا على نفوسنا، الكل كمصر كالجزائر كتونس كليبيا وكلنا. طب كابتن ياسين، انا ليا مداخله هنا بسيطه، هل نعم. ده اطار عام ولا ممكن مرحله استثنائيه على مرحله المنتخبات؟ لان احنا لو نظرنا بنظره مختلفه على مستوى الانديه، هنلاقي الفرق العربيه من 2017 حتى 2024 كل النهائيات فيها الاهلي والوداد والترجي، ودخل اتحاد العاصمه في الكام سنه الاخيره، والوحيد اللي بيعافر معاهم من بعيد ماموليدي سان داونز من جنوب افريقيا. اليوم تتكلم من 2017 ل 2020 فيه الاهلي، وفيه لانه الاهلي وماميلودي سان داونز عملت مشروع الا لكاس افريقيا قبل لرابطه الابطال، وهذا الشيء اللي خلاهم يلحقوا للدور النصف النهائي. هو مشروع ماميلودي سان داونز خلى الفريق تاع افريقيا الجنوبيه يلحق به. اليوم الاهلي المصري عندهم كما يقال يعني هم مخضرمين في هذه الدوره، عندهم تشوف في الدورات الاولى ما ينتجوش مليح لعب، من بعد ذلك يكون انتاج اخر. اليوم انت كي تتكلم، انا نتكلم في كما يقال كيفاش راح نستحوذوا على هذه البطوله، يعني كي نرجعوا للايام اللي كانت الاهلي
وحتى اليوم كيتبول في الجزائر ماشي مستحوذين على رابطه الابطال، يعني عندنا فريق يجي في 5 سنوات، فريق يجي في 10 سنوات ومن بعد ما يرجعش، يعني تقدر تقول هي 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 ضربه دوره، يعني يقدر فريق يخرج في دوره. ولكن كي تقول اليوم الاهلي ولا الرجع، هما عندهم ديجا قواعد، عندهم ديجا كيما نقولوا حنايا شعبيه وقاعده جماهيريه. ناس القاعده الجماهيريه شيء، ولكن العلاقات في افريقيا اليوم تحب تلعب في افريقيا، ونقولوها صراحه، ما تكونش عندك علاقات في افريقيا ما تتقدمش ولا متر. صحيح صحيح صحيح، هذا هو الصح. اليوم احنا رانا حابين نتقدموا بتطور الكره، اليوم لازم في مصر ولا في الجزائر الثوره الثقافيه هذه شكون يقدر يعملها؟ تعملها الدوله تغير الثقافه، وزاره الثقافه وزاره التربيه وزارة الرياضة وكلهم والفيدراليات. هذا هو اليوم المهم، أنا بالنسبة لي أنا هذا هو المهم، يعني في الدخول في التكنولوجيا، لأنه التكنولوجيا اليوم بعد نعطيك اليوم نقدروا بالك نتكلم عليك من اليوم 2030 حتى منصب المدرب هو اليوم ما راحش يكون منصب المدرب العادي، وكل الدبلومات اللي عندهم راحين يعملوا يحطوهم بجنب. وراك تشوف التطور كيفاش راهو اليوم بعد كل مباراة، كم جاره كم لاعب كم المس من كره، تحكم اللاعب الافريقي ولا اللاعب في شمال افريقيا يحوس، هل عمل تسديده، هل عمل مقاصيه. صح اللاعب الاجنبي يقول لك كم من مره استلمت الكره. انت تشوف اليوم في الاهلي لو كان نتبعوا يعني كما نقولوا نصيبوا اللاعبين لاعبين ما لمسوش كره حوالي 10 دقائق، وهذا شيء غير عادي. لاعب ما يلمس كرة في مباراة حوالي 10 دقائق، لاعب يلمس كرة إلى لماذا؟ ما يطرحش سؤال على نفسه. أنا اليوم هذا هو اليوم أنا بالنسبة لي يكون في تطوير الكرة، هي راح تكون مباراة ضد شباب الوزداد والأهلي. حقيقة راح تكون مباراة جميلة وراح نشوفوا فيها، ولكن باش نشوفوا فيها العروض الفنية نتمنى. أنا نقولها لك. لا نتمنى يكون فيها عروض فنيه ونشوف مباراه كبيره. كابتن ياسين سلمي نجم شباب بروزداد، انا بشكرك شكرا جزيلا، كانت مداخله طيبه ورائعه جدا، واتكلم في تفاصيل فنيه مهمه جدا على فكره للكره العربيه تحديدا، لان المستويات الفتره الاخيره في الكره الافريقيه تفوقت كتير جدا على الانديه او المنتخبات العربيه بالمقارنه بالانديه، لان الانديه اللي كنت باكد معاه وضعها مختلف. تفوق الفرق العربيه في السنوات الاخيره تحديدا الاهلي مختلف شويه عن موضوع المنتخبات الافريقيه. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندي مجموعة من التقارير أو الموضوعات المهمة جدا اللي هطرحها على حضراتكم: التحكيم، جدول الدوري والمؤجلات، وتشكيل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، اللي ناقصه واللي كان المفروض يتم الإعلان عنه بالأمس على صفحة اتحاد الكرة. فاصل ثم نواصل.